representative of Iraqi Development Organization. شكرا. السيد الرئيس، IDO جنبا إلى جنب مع المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة أروى العربية لمراقبة الحقوق تعرب عن قلقها الشديد بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك التمييز العنصري وإرهاب الأجانب والتعصب بكل أشكاله. فنحيطكم علما بأن الحرب التي تشن على اليمن لذرائع وهمية عديدة صرح بها على لسان مفتي السعودية في خطبة يوم عرفة العام الماضي أمام أكثر من 2 مليون مسلم، ويشاهده الملايين أمام القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال بالنص أن فئة من فئات اليمن وتمثل شريحة واسعة من المذاهب هي فئة مجرمة آثمة ظالمة تحمل فكرا خبيثا، وإنها منحرفة في عقيدتها مناوئة للمسلمين. وقال موصيا أنه أصبح واجب من واجبات المسلمين التصدي لهذه الفئة الضالة ودفعها وردها، فهي فئة باغية يتوجب القضاء عليها لأن في وجودها ضرر عظيم. وبعد هذه الفتوى مباشرة تم تفجير مسجد في صنعاء وعدة مساجد أخرى من قبل انتحاريين في القطيف وفي نجران. فالشرطة في السعودية تستثني مساجد الشيعة من الحماية، فهي لم تكن تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية. فالعنصرية أشكال وأنواع متنوعة في السعودية، فالإسماعيليون في السعودية يعانون من تاريخ طويل من التمييز الطائفي المستمر الذي تمارسه الحكومة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمثال على ذلك الطلاب الإسماعيليون الذين يدرسون في المدارس أنهم مشركون وكفار، ولا يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية بحرية. ولا ننسى أيضا حال العمال الأجانب الذين يعانون من ظلم الحكومة السعودية عن طريق استخدام نظام الكفالات واحتجاز الجوازات والتعذيب والضرب والاستعباد. وعليه نستمر بمطالبة المجلس لمراجعة المعايير التي تسمح بعضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان واستنكارنا الشديد لذلك. وشكرا. Thank you very much.